القلوب. يفجيني الصبي الروسي البالغ من العمر 11 عاما كان يقوم بنزهة مع كلبه عندما لاحظ وجود عظام عملاقة تخرج من الأرض بشبه جزيرة تيمور شمال منطقة سيبيريا الروسية، ولم يكن يعلم أنها تعود لجثة فيل ماموث شبه كاملة وفي حالة جيدة. الباحثون تحولوا إلى مكان الاكتشاف وتمكنوا بعد جهد جهيد من إخراج جثة الماموث. كان علينا استخدام أدوات تقليدية مثل الفؤوس والمعاول والمجارف، ولكن أيضا مولدات البخار التي سمحت لنا بتذويب طبقة رقيقة من الجليد الدائم، ثم قمنا بتنظيف الماموث وأيضا بتذويب الجليد من القاع. هذا العمل تطلب منا حوالي أسبوع. الماموث يبلغ طوله مترين ويزن 500 كيلوغرام ويعود إلى 30,000 عام، كما قدر عمره عند وفاته 16 عاما، ولديه حدبة خلف رأسه وهي إحدى خاصيات هذا النوع من الماموث. يمكن رؤية ماموث بحدبة على رسومات من العصر الحجري القديم. الجميع يتساءل عن هذه الحدبة ويعتقد دائما أنها تتصل بنتوءات في مستوى الفقرات الصدرية، ولكن ليس الحال مع هذا الماموث. نحن نرى أنه تكيف جيدا مع المناخ الشمالي. وجدنا لديه احتياطيا هاما من الدهون التي كانت مخزنة في جسمه لمواجهة الشتاء. هذا الحيوان قد يكون مات خلال فصل الصيف لأننا لا نرى فروته، وكان لديه احتياطات جيدة من الدهون، وأعتقد أنه كان يحاول تخزين المزيد منها قبل حلول فصل الشتاء. الماموث لم يتم العثور عليه كهيكل عظمي فحسب، بل وجد بلحمه وشحمه وبعض أعضائه كالخرطوم.